هذا سؤال يقول: ما رأي سماحتكم في قضية من يتجرأ على الفتوى بغير علم من زملائنا الطلاب والتساهل فيها؟ نرجو رسالة موضحة في ذلك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، الفتوى لها جهة خاصة معينة يرجع إليها في الأمور العامة، أما الأمور الفردية فإن كان عندك علم تفتي فيها، وإن لم يكن عندك علم فأحله إلى العلماء. نعم.